بالنسبة لما نسميه نحن في الفقه الإسلامي من جهة الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصوم، البيوع، الميراث، النكاح، جنايات، حدود، جهاد، صيد وذبائح، وأيمان ونذور، وقضاء وعبيد، الأنبياء، هذه الأمور أصولها عندهم موجودة، لكن هناك خلاف، بعض الخلافات فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن نختلف عن بعض الأنبياء وبعض الأنبياء يختلفون عنا في التشريع. حكمة الله كان سبحانه وتعالى يشدد، كان يخفف، كان يقدم، كان يؤخر. مثل في الطهارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ففي الطهارة كان الأمم السابقة ليس لهم التيمم من الأرض، وكانت المرأة إذا جائلة على يعني حاضت لا تكلم الرجل ولا يعني تنقطع كل العلاقات. الآن المرأة في الإسلام تعامل الرجل بكل المعاملات إلا الجماع، وتستر ولا يقربها من جهة السرة إلى العورة إلى الركبة. بالصلاة ما كانت الأقوام السابقة تصلي في أي مكان، لهم أماكنهم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كانت الغنائم تأتي الملائكة تأخذها، وحلت لي الغنائم. وكذلك الأمر يعني في أغلب الأبواب الفقهية كان هناك بيننا وبينهم. مثل الزواج في زمن يعقوب عليه الصلاة والسلام، تزوج الأختين، ثم هذا في شريعتنا حرم. فهذه الأحكام الفقهية ما يمكن أن يتغير بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى، بحسب علم الله، بحسب إرادة الله سبحانه وتعالى. أراد أن يعاقب الأمم، يشدد عليهم. مثل النجاسة في بني إسرائيل، كان إذا أتت النجاسة على ثوب أحدهم الآن لا ينفع أن يغسلها، كان يقصها. فهذه الأحكام، الفارق بينها وبين الأحكام التي في الإيمان أن هذه يمكن أن تتغير، ولا يلزم منها فساد، ولا يترتب عليها مفسدة ولا النقيض. فكان بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعض الاختلافات هذه، يعني إما الله يشدد على بعض الأمم ثم يخفف على بعض الأمم، كما قال عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم.